وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا أبي إسحاق، الله يحييكم جميعا ويبارك فيكم. بارك الله فيك. إن شاء الله نبدأ. توكلوا على الله، سمي بالرحمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبع هديه واقتفى. أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الإخوة الأفاضل، نحييكم في هذا اليوم 19 من شهر شعبان عام 43 و400 و1000 في الهجرة النبوية، الموافقة 22 من شهر مارس آذار عام 22 بعد 2000 للميلاد. ونلتقي معكم اليوم ضمن لقاءات دورة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى العلمية السلفية 9 المقامة في مركز أهل السنة والجماعة في بلاد موريتانيا، حرس الله تعالى وسائر بلاد المسلمين، عبر إذاعة المركز الرسمية على التليجرام. ونستضيف في لقائنا هذا الشيخ أبي إسحاق زهير بن عيسى الهلالي حفظه الله تعالى في محاضرة تحت عنوان مكارم الأخلاق الحميدة وعلو مكانتها في دعوة الله السلفية الرشيدة. فحياه الله ومرحبا به، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح عليه وأن يجعل ما قدمه وما يقدمه في موازين حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آمين. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. أحسن الله إليك وبارك فيك، استجاب الله دعواتك الطيبة. الصوت أولا واضح؟ نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله عز وجل في بداية هذا اللقاء، وأحمده دوماً في الأولى والآخرة، أن يسر لإخواني في مركز أهل السنة والجماعة هذا الخير العميم،
وهذا الجهد والفضل العظيم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيه عنا وعن المسلمين عامة خير الجزاء وأوفاه، وأن يجعل أعمالنا وأعمالهم وأقوالنا وأقوالهم واعتقاداتنا واعتقاداتهم خالصة لله، موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يجعل لأحد فيها حظا ولا نصيبا. وجزى الله من شارك في هذه الدورة ومن سيشارك بإذن الله عز وجل من المشايخ الفضلاء والطلبة النجباء من السلفيين الذين يسعون بفضل الله عز وجل لتعليم إخوانهم وأخواتهم عبر هذه الوسائل التي سخرها الله جل وعلا لنا. أسأل الله أن يكتب أجرهم وأن يرفع قدرهم وأن يجعلهم من العلماء العاملين ومن خواصه المجتهدين ومن الدعاة المجاهدين، وأن يخرج من هؤلاء الطلبة والطالبات المستمعين والمستمعات لأمتنا علماء وعالمات ودعاة وداعيات إلى الله عز وجل على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي الحقيقة لم تكن لي كلمة مبرمجة في هذا الوقت، وإنما الكلمة كانت للشيخ الحبيب الفاضل السلفي أبي الربيع عرفات بن حسن المحمدي وفقه الله وسدده وعلى الخير ثبتنا جميعا وثبته. وقد صادمت هذه المحاضرة أو هذه الكلمة محاضرة له لإخواننا في نيجيريا، فحدث سوء تفاهم، وقد اعتذر الشيخ جزاه الله خيرا ووعد بمحاضرة ماتعة إن شاء الله بعد رمضان لإخوانه في مركز أهل السنة والجماعة، فجزاه الله خيرا. وأسأل الله جل وعلا أن يسدد قوله وفعله في محاضرته وفي أقواله وأفعاله كلها والسامعين. والحقيقة لم أحضر شيئا لهذا اللقاء، وقد أخبرني القائمون على المركز أن طلبة قد جاءوا من بعيد وفيهم كبار السن، فأحببت أن أتذاكر مع إخواني في الله عز وجل وأخواتي المستمعات بهذه الكلمات حتى لا يرجع من جاء من بعيد بخفي حنين. وهذا من رحمة الله بعباده، ومن رحمة أهل السنة بأهل السنة، ومن رحمة الناس أو من رحمة أهل السنة بالناس جميعا. فأهل السنة أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم ومن خواصهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. ودين الله عز وجل مبني على الرحمة، دين الله جل وعلا مبني على الرحمة. وهذه المحاضرة التي عنونا لها القائمون عليها جزاهم الله خيرا بمكارم الأخلاق الحميدة
وعلو مكانتها في دعوة الله السلفية الرشيدة. هذا الموضوع العظيم الكبير يستأهل دورة كاملة بمحاضراتها ومشايخها، ولكن لعل الله جل وعلا أن يوفق ويسدد في هذه الدقائق المعدودة، فينفع الله عز وجل المتكلم والسامع. وبدءا بكتاب الله جل وعلا، قال الله عز وجل في كتابه الكريم لنبيه صلوات الله وسلامه عليه بعد أن ذكر آيات القتال والشدة على الكفار، قال الله جل وعلا بعدها في سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله لنت لهم، الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وإلى أمته من ورائه انتهاء. فبما رحمة من الله لنت لهم، أي أي رحمة عظيمة جعلها الله جل وعلا في قلبك لنت بها لأصحابك الكرام رضوان الله عليهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لو كنت يا محمد وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه فظا، والفظ هو الغليظ في القول والكلام، بدليل ما بعده قال جل وعلا: غليظ القلب، فذكر غلظ الكلام وغلظ القلب. ولو كنت فظا أي غليظ الكلام غليظ القلب لانفضوا من حولك، ما بقي معك فاعف عنهم إن أخطأ واستغفر لهم إن زلوا وشاورهم في الأمر تطيبا لخاطرهم، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي صلوات الله وسلامه، لو أراد أن لا يشاور عظيم أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. ومن الرحمة العظيمة التي جعل الله في قلبه وجوارحه على أصحابه خاصة وعلى المؤمن عز وجل يراهم في الأمر، فأين نحن معاشر الأحبة من هذه الأخلاق العظيمة؟ والعلم رحمة، بين أهله. وإن أول مجالس أهل الحديث التي كانوا يبتدئون ويسمع الحديث المشهور حديث الرحمة، فبسند الصحيح المتصل إلى إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، وبسند الصحيح المتصل إلى الإمام أبي داود السجستاني في سننه، بهذه الأسانيد الصحيحة المتصلة إليهم
بأسانيدهم رحمة الله عليهم إلى سفيان بن عيينة الهلالي عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء والرحم شجنة من الرحمن أو شجنة من الرحمن أو شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. هذا الحديث العظيم الذي يسمى عند أهل الحديث بالمسلسل بالأولية، فهو أول حديث يسمعه طالب الحديث من شيخه، وهذا الحديث مسلسل بالأولية إلى سفيان بن عيينة الهلالي. كل من رواه يقول حدثني فلان أي شيخي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، إلى أن وصل إلى ابن عيينة عن عمرو عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك ويرحمكم من في السماء. ولعل بعض أول حديث يسمعه مني هو هذا، حتى يبقى السند متصلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهر الزكي. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحب نفسه أنفاسه صحب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الحديث ظاهرا وباطنا. أقول حفظكم الله جميعا، الله هي مبني على الرحمة، وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة والجلال يقول تبارك وتقدس إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية سبقت غضبي. كتب الله كتابا هو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي، فديننا مبني على الرحمة، ديننا مبني على الرحمة. يرحمهم الرحمن يرحمهم الرحمن كما ذكرت، خرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وأبو داود في سننه وغيرهم، وقد صححه الإمام رحمهم الله جميعا في صحيحته بمجموع وهي من أعظم أخلاق الإسلام لا سيما مع المؤمنين. الرحمة مع أنفسنا، نرحم أنفسنا باجتناب المعاصي وأعظمها الشرك ثم البدع ثم الكبائر ثم الصغائر،
فمن أراد أن يرحم نفسه بالله جل وعلا آجل والآجل فليبتعد عن مساخط الله عز وجل وعما هو تبارك وتعالى حتى ينيا وينجو في الآخرة. فإن وقع في شيء بادر إلى والاستغفار وكثرة النوافل، وهذا من رحمة الله بنا أنفعنا مثل هذه الأبواب العظيمة لنتوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أمس من مغربها. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علي وعليكم جميعا. من أعظم ما يرشد لدين الله عز وجل ويحبب الناس في هذه الدعوة السلفية المباركة التي ليست هي حزبا ولا طائفة متحزبة، وإنما هي دين الله جل وعلا الذي كان عليه النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم. إن من أعظم ما يحبب الناس ويدخلهم في هذا الدين الأخلاق الحميدة، الأخلاق العالية التي كان يتعامل بها النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس كافة ومع المؤمنين خاصة. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة، وأن لها دورا عظيما في هداية الناس إلى الله عز وجل. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وفي قراءة لمن حسن خلقه، أي قراءة لهذا الحديث عند بعض المحدثين: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو لمن حسن خلقه. منزلة عظيمة يبلغها المرء في أعالي الجنان بتحسين أخلاقه ومجاهدة نفسه على الأخلاق الذميمة الشنيعة الخسيسة. وقال عليه الصلاة والسلام: قد سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فأجاب عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل صلوات الله وسلامه عليه عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. نسأل الله العافية والسلام. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله، وهو أن تجعل بينك وبين المعاصي وقاية، تمتثل المأمور وتجتنب المحظور. هذه هي التقوى، هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه هي التقوى، أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله،
وأن تترك المعصية على نور من الله تخاف عذاب الله. هذه هي التقوى. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. حسن الخلق يورثك محبة النبي صلى الله عليه وسلم لك. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا، حسن الخلق يقربك في المجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم في الفردوس الأعلى. هذه الأخلاق التي وللأسف الشديد تساهل فيها كثير منا وأصبح فظا غليظا على إخوانه وعلى أحبابه وعلى أهل بيته وعلى المسلمين. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. صفاتهم: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. من صفات هؤلاء الذين وفقهم الله عز وجل واستبدلهم جل وعلا بغيرهم، أو استبدل نعم استبدلهم بغيرهم، أنهم أذل على المؤمنين. تعرف ما معنى الذل لأخيك المؤمن؟ كذل العبد لسيده، وذل المرأة لزوجها، أذلة على المؤمنين. تدبروا هذا الوصف. وبالمقابل أعزة على الكافرين، نعم على الكفار وعلى أهل البدع المعادين وعلى أهل النفاق أعزة، لا يذلون لهم. وأما على إخوانك المؤمنين فأذلة. فأحبهم الله جل وعلا وقربهم، يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا هذه الأخلاق الطيبة الفاضلة السامقة، اللهم آمين، وأن يبدل إخواننا بخير منه، بخير من تلك الأخلاق الفجة القاسية. الموضوع يطول وهو طويل حقا، ولعلي أختم بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله صلوات ربي وسلامه عليه: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. بحسن خلقك تدرك درجة هؤلاء. كونك تقوم الليل وتصوم النهار وتؤذي إخوانك وتشدد عليهم وتغلو في ذلك، هذا لا يقربك من الله، بل قد يزيدك بعدا. وإن سوء الخلق كما ورد في الحديث الذي صححه الإمام الألباني وهو صحيحة، قال: إن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل.
إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. هل له طعم عسل العسل؟ هل له طعم إذا مزج بالخل؟ ذهب نفعه وذهبت فائدته وذهب مذاقه الحلو. فأسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يرزقنا الرحمة بأنفسنا أولا، بوالدينا، بزوجاتنا، بأولادنا، ببناتنا، بأحبابنا، أصهارنا، أنسابنا، جيراننا، بإخواننا، بمشايخنا، بطلبتنا. أسأل الله أن يزرع الرحمة بيننا وأن يوفقنا لأن نتراحم وأن نتعاون على البر والتقوى. أينما سمعنا برجل يدعو إلى الله عز وجل أعناه وسددناه ووقفنا معه ونصرناه بما نستطيع من قوة وجهد وعلم ومال ودم، نصرة لدين الله عز وجل. إلا تنصروه فقد نصره الله، ونصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم هذا الدين عزيزا شامخا ويدخل الناس فيه أفواجا أفواجا كما كانوا من قبل. فحسنوا أخلاقكم، رحمني الله وإياكم، وتعلموا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وادرسوا أخلاقه الشريفة الفاضلة النافعة، وتكفيه شهادة الله له وتزكيته له في قوله جل ذكره وإنك لعلى خلق عظيم، شهادة عظيمة، تزكية فذة، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا دعي أجاب، الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يرزقنا الأخلاق الطيبة النافعة الصحيحة التي تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم، وجعل هذه المحاضرة العلمية النافعة في ميزان حسناتكم. آمين، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم شيخنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.